استاذ. طب قبل ده هنشوف الاستاذ نبيل مصطفى اللي احتجزته السلطات القطرية بسبب تعليق كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي. استاذ نبيل اهلا بيك. اهلا بيك استاذ وائل، ازي حضرتك؟ استاذ نبيل، ايه اللي انت بتشتغل في قطر بقالك قد ايه؟ 3 سنين يا فندم. كم؟ 3 سنين. 3 سنين. هل تم احتجازك بالفعل؟ تم احتجازي يوم في امن الدولة، بس حضرتك قلت انه نتيجة تعليق انا كتبته، ده نتيجة شكوى ادعت ان التعليق موجود على صفحتي وانا ما كتبتش هذا التعليق ولا اعرف عنه حاجة. نتيجة شكوى من مين؟ واحد مصر، مجموعة مصرية. شكوى من ايه؟ انك انت اللي كاتب التعليق يعني؟ واحد مجموعة قدمت شكوى لأمن الدولة، قالوا ان انا عندي على صفحتي في بوست نازل لليوم السابع على ما اعتقد في إهانة لشخصيات كبيرة هنا في الدولة. والكلام ده بيقولوا ان هو موجود في 2011 او 2012، انا ما جيتش قطر الا في ديسمبر 2013. يعني هم بيقولوا البوست ده نازل في 2011 يعني 2000 ايوه بالظبط بالظبط. طب هنا طب التعليق ده انا ما اعرفش عنه حاجه اصلا، انا فوجئت لما هم ورجوني انا ما شفتوش، وقلت لهم انا يعني الطبيعي لو انا موجود لهذا التعليق قبل ما اجي قطر كان من ابسط قواعد المنطق ان انا قبل ما اجي كنت مسحت الحاجات اللي انا حاططها، انا ما اعرفش الكلام ده اصلا مين اللي حاطه ولا شفته قبل كده. طيب حققوا معاك هناك يعني؟ حققوا معايا في امن الدوله واحتجزوني يوم، وتاني يوم عرضوني على نيابه امن الدوله. لا يعني انت معمول لك قضيه كده؟ وبس نيابه امن الدوله حفظت التحقيق. حفظت التحقيق. وجهوا لك اتهامات ايه في النيابه؟ نفس ان انت بتهين شخصيات كبرى في الدوله في تعليق عندك على الفيس لما شرحت الموقف. قلت ان انا ما اعرفش حاجه عن هذا البوست اصلا. موجود قبل على صفحه مش بتاعتي، وان انا لو عندي اي هذه التعليقات ما كنتش جيت قطر، يعني لو هو موجود في 2011 اللي جابني انا في 2013. طيب وانت موجود دلوقتي في شغلك عادي في قطر؟ لا يا فندم لا، انا كنت بشتغل في جريده الشرق، وجريده الشرق انهت خدماتي قبل التحقيق ما ينتهي وقبل ما يتم حفظه. وتم ترحيلك؟ لا، لما جريده الشرق انهت خدماتي ابلغت البنك، عمل بلوك على حسابي البنكي وعمل صادر كل اللي موجود في حسابي وصادر حتى مستحقات نهايه الخدمه ومنعني من الصفر، البنك منعني من الصفر لاني حاصل على قرض. يعني انت قاعد دلوقتي ممنوع من السفر وتم وما بتشتغلش؟ بالظبط، وبقالي 6 شهور وجالي فرصه عمل مدير عام في مجموعه شركات، يعني الشرق رفضت نقل كفالتي، وكمان نفس المجموعه اللي قدمت ضد الشكاوى بتطاردني في كل مكان ابحث فيه عن عمل، لان الوسيله الوحيده لدفع القرض هي ان انا الاقي شغل في مكان اخر وابدا اجدول. هم قدموا ضدك الشكاوى دي ليه؟ هل داخله في خلافات سياسيه يعني ان انت هم محسوبين على جهه وانت ضدهم؟ والله يا فندم انا ما اعرفش اقدموا الشكاوى ليه، انا الشكاوى ضدي، يعني حتى انا سئلت من ضمن الاسئله اللي سالتها لي نيابه امن الدوله، انت كاتب على صفحتك اي حد ضد السيسي يخرج من صفحتي؟ قلت له قال لي ده امر داخلي، شاني داخلي مصري، احنا مالناش دعوه بيه، يعني ده حقيقه يعني النيابه قالت كده، قال لي ده شاني داخلي مصري مالناش دعوه بيه، لكن البوست ده انا ما اعرفش عنه حاجه، انا ما اعرفوش اصلا. لا، هل المجموعه ده لانك بتايد الرئيس السيسي ففي مجموعه تانية يعني نكايه في كده بالظبط فعملوا فيك ده يعني؟ بالظبط. والله يا جماعه يعني شوفوا يعني كان دايما الشهور يا استاذ وائل، انا بقالي 6 شهور بدون عمل، معمول لي بلوك على حسابي البنكي، ممنوع من السفر، ممنوع من الشغل. السفاره المصريه ما تدخلتش؟ انا كلمت القائم بالاعمال الدكتور ايهاب، وهو مشكورا خلاني قابلت القنصل احمد عزت وقابلته فعلا، والراجل قابلني باحترام شديد وباهتمام، وقال لي القانون هنا بيقول لو انت واخد قرض يا تدفعه يا تتسجن. قلت له طب انا مالي خدمتي ومنعني من ان انا اشتغل في اي حته ثانيه، هسدد ازاي؟ عملت طلب زي مظلمه او زي شكوى لسمو الامير، وقلت للقنصل احمد عزت انا عامل كذا، قال لي هاتها لي واحنا هنسلمها لسمو الامير بكره.
الكلام ده من اسبوعين ثلاثه. فهم سلموها لوزاره الخارجيه علشان تقوم بدورها لتسليمها لسمو الامير، لكن هي ما تقدمتش يا فندم، او تقدمت انا في كل الحالات ما جاليش رد. وانا طيب. في المحكمه حكم عليا بالحبس سنه سجن. طيب خلينا نتابع معاك ان شاء الله القضيه ونشوف ازاي ممكن يا جماعه يعني على السفاره المصريه في قطر القائم بالاعمال انه يتدخل لحل مشكله المواطن المصري اللي هو يعني ممنوع من السفر، اللي هو قادر يشتغل ولا هينفع، هيسدد ازاي وهو ما بيشتغلش وما ينفعش يشتغل في مكان تاني، يعني منعينه من السفر من الشغل. وبالتالي هنا وطبعا شوفوا بقى الجانب المتعلق بانه لانه هو بيأيد ال 30/6 والرئيس السيسي، فيطلع له يعني اعتدنا دايما ان كل المصريين في الغربه يبقوا على الاقل يعني بيتوحدوا في المتاعب، لكن شوفوا الخلافات السياسيه، ودي بقى مش خلافات سياسيه، ده شغل تنظيمي، يعني شغل تنظيمي من مجموعات بتنتمي مش عايزه، بتنتمي للاخوان لغيرها، بيشوفوا الراجل كاتب تعليقات متعلقه ب 30/6 بالرئيس السيسي، يبعتوا شكوى يحصل له هذا المصير المظلم يعني، ويتم استدعائه من امن الدوله في قطر ويتحول على نيابه امن الدوله، يمنع من السفر وتتحول حياته الى جحيم بهذا الشكل. بعد الفاصل